مرحبا، اليوم عندي طلب خاص جدا رح أقدمه لصديقي وأخي محمد صافي زينب. الأستاذ صافي زينب الله يرحمه كان زميلي قبل أكثر من 40 سنة، بيعزف قانون وعازف شرقي متميز، وكان كتير أب حنون بهلك الوقت إلي، فكان يطلب مني أنه أنا أنتبه للعرب التركي اللي بتنعمل. كنا بهذاك الوقت بالشرقي معنا جليس إلا بس مثلا، فكان يقول لي مثلا في إنه هدول العرب كان يحبهم كتير ويدبهني إنه اعملهم اعمل هيك. فكان أول إنسان يعني لفت نظري على مسألة الجليس اللي هلأ أنا صرت بعملها بطريقتي وبشكل معين. اليوم هذا ابنه محمد عازف كمانجي متميز ايضا وزميل لي، طالب مني سولو في معزوفه للاستاذ محمد عبد الوهاب اسمه ايامي، راح له اياه. تحيه لك اخي محمد زينب بكل الحب، وربي يسلمك انت وعائلتك في سوريا اللي قلبنا معها هلا ومعكم ومع سلامتكم، وتحيه والله يرحم اخي وزميلي وحبيبي وابي.